لنرى، ها هي الكرة تظهر من جديد. إنها هنا، ألن تصفق لي؟ لا، إنها هنا، أترون؟ والآن سأقدم لكم الكرة التي تختفي. انتبهوا، الكرة ستختفي، انظروا إليها، تابعوا إليكم الكرة. إنها هنا في الكوب الثاني، أعجبتكم؟ أتريد أن ترى؟ لنرى الآن. العرض قد يعجبك، أرجوك. كم كرة تريدون؟ اثنتان لك أنت، إليك الأخرى. ها، لنترك الكرة الآن. أنا أحب بلين. سأقدم لكم أفضل بهلوان في العالم، والمسمى بلين بلين. تعالوا هنا بي، إنه البهلوان بلين بلين. بلين بلين لدي أنف طويل، وكلما طرحت أقول أتشي. ولدينا هنا صديق آخر، ما اسمك؟ فيدريكو. فيدريكو، تشرفنا. سننشد الآن أغنية بلين بلين، تعالوا ننشدها جميعا بصوت عال. البهلوانة بلين لها أنف طويل، وكلما عبت القبعة السوداء تقول أتشي. بصوت أعلى من هذا، سوف نسأل لورينزو. أنا جاهز. ماذا يفعل البهلوان؟ أتشيم. لا أتشيم. طبعا أتشيم. تعالوا نقولها مرة أخرى. واحد اثنان أتشيم. هذا رائع. ألن تؤدي البالونة الجديد فيدريكو لم يقل أتشيم. لنرى، قل لنا أتشيم. هيا تعالوا نعلمه أن يعطس كما يفعل البهلوان بلين بلين. أتشيم. رائع. لا والآن من منكم يحتفل بعيد ميلاده ليرفع يده؟ استديري قليلا، لديك مواهب مهمة، فعلا مهمة جدا. أتلو عليك شعرا لنيرودا؟ لا حاجة لذلك، مواهبك تبدو للعيان. ما اسمك؟ فيفيانا فونتاناريس. سوف أتولى الاهتمام بعملك. ستصبح وكيل أعمالي؟ نعم سأفعل، ولكن اسمك لا يعجبني. أتعرفين ما هو اسمك الجديد؟ أناديك لولو فونتان.
هنا وكالة النجمة الساطعة كارلو موريكون، من معي؟ ناتاليا، الموضوع نفسه مرة أخرى. ناتاليا أنطونيلا تعمل الآن، حافظي على هدوئك، سوف أبحث عنها وأرسلها إلى بيتك، لا تقلقي، ولكن من فضلك لا تفعلي شيئا. نهديه إلى لوكا. أنا أريده. كان هذا من نصيب لوكاس، وبعد لوكاس سنهدي من؟ ما زال يبدو البهلوان سخيفا. بهلوانة بابا، بهلوانة. أولا لابد أنها بشعة جدا لدرجة تضطر فيها لطلاء وجهها. هذا إلى ماريو. أبيلاردو. سيدتي، ألم يصل حفيدي بعد؟ أتى ليأخذ فيدريكو ورحل. ألم تطلب منه التحدث معي؟ طلبت ذلك ولكنه مر بسرعة كالعادة. لا يدري ماذا ينتظره، مر بسرعة. نيكولاس حفيدك المفضل، تسامحينه على كل ما يفعله. أبيلاردو، عفوا. هكذا، والآن نستودع بعضنا البعض بقبلة هائلة. أيوة، تشاو. لماذا ترفض العطس كما يفعل الباقون؟ لأني لست طفلة. متأكد؟ لا، على أي حال علينا أن نخرج كل ما بداخلنا بما في ذلك العطس، وإلا في النتيجة ستصاب بالقلب. أنت والده؟ نعم. يجب أن تعلمه كيف يعطس وكيف يبتسم. لماذا أتينا إلى هنا؟ لأنه عيد ميلاد قريبتك سوليداد. بالكاد أعرفها. من فضلك فيدريكو. سيدي، دفعت الأجر؟ أنا؟ أي أجر سأدفع؟ العرض؟ لم أفهم. البهلوانة بلين بلين لا تعمل مجانا، فأنا ممثلة ولكني أعمل أيضا للأطفال. هذا مدهش فعلا. إذن ستصبحين ممثلة. أصبح ممثلة، وإن كنت لا أعمل لا يعني ألا أكون. أعجبني ما قلته لولدي. أنت سريعة البديهة، إنه منطوي على ذاته. لابد أن الخطأ من البابا والماما. ليس له ماما، عانيت بذلك لديه ولكنها ليست موجودة. حصل الطلاق عندما كان طفلا، ذهبت للعيش في أوروبا ولم تهتم به. على أبيه أن يعلمه العطس نحو الخارج. يفترض أن يتعلم الأب أولا، توافقين؟ ما رأيك أن تعلميني العطس أثناء العشاء؟ ماذا؟ يمكن أن نتعشى معا وتعلميني. أنطونيلا، أنطونيلا، اتصلت أختك تليفونيا، لم يسبق لي أن لاحظتها بهذه الكآبة. هي من جديد؟ نعم. حسنا، سوف أبدل ملابسي وأزيل المكياج. خذ من السيد أجرة العرض. ردف علي مقدما، لا تقلقي. بلين بلين، لم أخبرك أين العشاء. عشاء؟ نسيتي العشاء، عشاؤنا معا.
تفضلي، هذا هو العنوان. سأنتظرك في 9 مساء. لا لا أستطيع، لدي مشكلة ولست متأكد. سأنتظرك هناك. ظننت أنك سوف تنسين أختك. كنت في العمل، كنت في حفلة لعيد ميلاد. لا، مرة ثانية الموضوع نفسه. إنها الرسالة الثانية في هذا الشهر. نبتي، لماذا تكررين دائما محاولة الانتحار؟ لماذا؟ كم حبة تناولت؟ حبة واحدة. لماذا تأخرت في المجيء؟ لا أهمك كثيرا. بالعكس أختي، طالبتك 1000 مرة بأن نعيش سويا وأن تترك هذه الشقة لهذا الرجل الذي ترفضين أن أتعرف إليه، ولم أشاهد حتى صورة له. ما الذي تخافين منه؟ أن أطفئ عينيه؟ وإذا رأيته في الشارع لن أتردد، لن أتردد في تخليصك ممن تعشقيه. ليس عشيقي أنطونيلا، إنه خطيبي، فلتزوج. خطيبك هو عشيقك، شخص يستخدمك كسكرتيرة وكامرأة. عن أي زواج تتحدثين الآن؟ كم أتمنى لو أستطيع مواجهة هذا الدجال البائس يوما. ليس هو المذنب، بل هي جدته، إنها تسيطر عليه. عديم الرجولة. لا تنعتيه بذلك. عديم الرجولة، ولا يمكن أن يكون العكس. يستحيل أن يقبل أي رجل أن تسيطر عليه جدته. أريد رؤيته، أين أجده؟ ناتي، أريدك أن تتخلصي من ذلك. منذ أكثر من سنة وأنت على حالتك هذه، إلى متى؟ إنه رجل حياتي أنطونيلا، أنا بدونه لا أريد العيش. كيف حديثا عن الانتحار؟ بدونه ستكونين أفضل. أفضل بكثير. مرحبا جدتي. إلى غرفتك فيدريكو. أرجوك كوني أكثر حنانا مع ابن حفيدك، أعني استقبليه بقبلة على الأقل. أخبرتك أن الأمر عاجل، لما تأخرت؟ أتيت بأسرع ما يمكن جدتي، وحين أتيت كنت في غرفتك. ولماذا لم تصعد؟ لأني وفيدريكو كنا مدعوين لحفل عيد ميلاد قريبته. منذ سنوات أنت مطلق، لم يعد لك صلة بعائلة زوجتك السابقة. هذا يخصني؟ والمؤسسة تخصني. أعرف، أتشكين من أدائي في العمل؟ وضعتك على رأس هيكل تنفذ أوامري. لو كنت بحاجة إلى عقيم لنصبت والدك نائبا للرئيس. لا تدخلي والدي في الموضوع. ماذا فعلت؟ ليس ما فعلت، بل ما لم تفعل. علمت أنك سحبت المؤسسة من المناقصة. وصلتك الأخبار؟
أية خدمة إخبارية ممتازة يقدمها لك كورنيليو مخيا. كم تكلف هذه الخدمات؟ لا تكلف المؤسسة أكثر من بطاقات اعتمادك. إنها للعلاقات العامة. قريبك عديم النفع في العلاقات العامة. نتيجة هذه الفكرة التي كونتها عن جاستون أنا أضطر دائما للتستر عليه. عذرا إن كان مديحا أتمنى سماعه. إلى اللقاء جاستون. جدتي أنا لست مستعجلا على الإطلاق. لدي أمور هامة أعالجها مع نيكولاس. إلى اللقاء جاستون. أمرك. أريد كسب المناقصة نيكولاس. الموضوع يعمه الفساد. اثنان من رجال السياسة يتوليان الأمور ويسيطران على التفاصيل ويطلبان الكثير من الدولارات. إنها صفقة ممتازة للمؤسسة وأريد أن أكسبها. لكل سياسي ثمن أدفعه. لك جدتي من فضلك، إنه من بلد منتج للموز وأنا لا أريد أن أفعل شيئا على الإطلاق باليد اليسرى. كي تفوز بالسلطة استخدم اليدين معا، اليمنى واليسرى. اذهب للعشاء مع السياسيين برفقة فتاتين ظريفتين، تفهمني بالطبع، لأنك بالنقود والفتيات الجميلات لن تخسر أي مناقصة. فالنقود هي الثمن والفتيات هن الهدية. إنها أوامر. ألا يعجبك غنائي؟ إذن أصمت، أنا لا يعجبني صمتك الدائم ومع ذلك لا أعترض. لنرى أي فستان أرتدي، هذا أم هذا؟ أيهما تفضل؟ كنت أعلم تاديو، فأنت صاحب ذوق رفيع. لا أدري لماذا لم تبقى مع أختها، ربما نفذت تهديداتها وانتحرت. لم تنتحر أبدا، أعرفها منذ أن ولدت. تحب أن يدللوها وتفضل أن تعيش في الخيال. عندما توفي والدها طلبت منها أن تعيش معي هنا كما فعلت أنتونيلا، ولكن لا ترى أن هذا قليل جدا عليها. إنها تحب المال، مجنونة مثل أمها. عمن تتحدثان؟ عن أختك. كنت أخبر لورينسو أنها مجنونة مثل أمها. ليتها على الأقل كانت تشبه أمك يا أنتونيلا. بابا أحب الاثنتين، أما السبب في حالة ناتاليا فهو ذلك البائس الذي يخدعها، والأسوأ أنها تصدق ما يقوله. تكاد تنهار من الضعف، وإن استمرت لا أدري ما سأفعله كي تستطيع الوقوف على قدميها. اعذراني، لم أجد وقتا لتحضير طعام أفضل. لا تقلقي أنتونيلا. ستتأخرين؟ لا، ليس كثيرا. لا أحب أن تخرجي ليلا، سأمر لاصطحابك. لا تقلق، لن يحدث أي شيء. سأذهب لأجهز نفسي. ما بك؟ أكيد أنها ستخرج مع من كان في الحفلة. أكيد، سمعته وهو يدعوها. إنه لا يناسبها، لا يناسبها أبدا.
شكرا. لا أعرف كيف أناديك. كما تريدين، انتظارك أنسان اسمي. أنا اسمي أعرفه، اسمك بلين بلين. لا تسخر مني. أبدا. واعلم أن بلين بلين لا تقبل العشاء مع الغرباء. لا لا، وأنت لم تخبرني بعد باسمك. سأضطر لأن أختار عليك اسما. لنرى ماذا تسمينني. حسنا، دعني أفكر. وجدته. أي. ما هو؟ لارجو، مثل رئيس خدم عائلة أدامز. بما أنه طويل وصوته أجاج وأبدو كالوحش. أتريد الحقيقة؟ نعم، لابد أنك تتهرب من المرآة. فعلا هذا صحيح. لنشرب نخبا بالمناسبة. نخبة لارجو وأنتونيلا. لما هذه الملامح؟ لست تحريا، سمعتهم ينادونك فقط. هناك مسألة أخرى، دعك من التكلف. أشعر بالإحراج، قد أكون بشعا لكني لست هرما. حسنا، واو، لماذا انتظرتني لوقت طويل؟ تريدين الحقيقة أو الكذب؟ الحقيقة. أريد أن نقضي الليلة سويا. يبدو لي أن بلين بلين ليس البهوان الوحيد الجالس على الطاولة. من فضلك اجلسي، لا تلفتي الأنظار. لا يهمني أبدا لفت الأنظار. أخطأت في تقديري سيدي. ها سيدي، كلمة كبيرة عليك. اسمعي، ابقي هنا، سأعود في الحال، لن أتأخر. سأعيدها لك. تفضل. بس سامحيني، سرقتها لأجلك. لا يهمني لفت الأنظار إذا تمكنت من إبقائك هنا. سأبقى لأنني جائعة. ماذا؟ أن يحضر الطعام بشكل عاجل. أنا أموت جوعا. لماذا أتيت سيدي؟ لكي لا تحرجي. هنا يمكننا التكلم. لا تخدعيني، فأنا أعرف من يدفع إيجار الشقة، وجدتي تعرف أيضا، وتأكدي لا يعجبها ذلك، وقد ينتهي كل شيء. من فضلك سيد جاستون ارحل. لن أغتصبك، لدي صفقة. لست بخير، من فضلك نتحدث غدا في الشركة. أن تكوني عاشقة رئيسك فهذه صفقة صغيرة، والإيجار والهدايا، أظنه يقدم الهدايا. لا أدري عما تتحدث. لنتكلم بجدية عزيزتي، بجدية. رئيسك مثار للشك مع سياسيين فاسدين مثله. أريد أن أعرف ما يجري. سأدفع جيدا.
ليس كما تظنين. مالا، دولارات خضراء. أوكي. من فضلك سيدي، أخبرتك أني لست بخير، لدي شعور بالتقيؤ، ارحل من فضلك. للأسف هكذا لن تستطيع التقدم. وأنصحك بألا تخبري شيئا لرئيسك. قد أكلم جدتي وعندها. الماء أثناء عشائك؟ ألا تحبين الشامبانيا؟ بعدما قلته لي لن أخاطر. لم يسبق أن اغتصبت أحدا. لا أحب الحديث هكذا، غير الموضوع. أنت رائعة. لم أسمع. قلت أنت. وأجبتك أني لم أسمعك، هكذا أفضل. لا بأس. لا بأس. تريدين أن تصبحي ممثلة؟ عذرا، أخطأت مرة أخرى. أنت ممثلة. هل عملت في التلفزيون؟ لا، ولا في السينما ولا المسرح. إذن أنت مشروع ممثلة. فمك كبير لدرجة أنك تستعمل الساكسوفون بدل البايب. لك لماذا تسعين إلى الشجار دائما؟ تبدين مشاكسة فعلا. مزعجني القيام بدور الغبية. على الممثلة لعب جميع الأدوار. لنبدل الموضوع. إذن لا يمكننا التحدث. إذن لا تضيع الوقت معي، أوصلني إلى بيتي وتنتهي المشكلة هنا. سأوصلك إلى البيت؟ طبعا بكل تأكيد، لن تتركني وحدي في ساعة متأخرة. وما به التاكسي؟ لا أركب التاكسي لأنه مكلف. كيف أتيت؟ تخدعني لتحقيق؟ أنطونيلا، سأكون صريحا. لا تحاول. ليس فيما أقوله فظاظة ولا داعي للخوف. إنني معجب بك، أموت لأقبلك. يبدو لي أن هناك سحبا على زجاجة في الرأس، وأنت من اشترى كل الأرقام. لا بأس، أنت ربحتي. أوصلك إلى البيت. وعلمي يمكنك الجلوس في المقعد الخلفي للسيارة كي لا تتعرضي لأي خطر. هذا ما أفكر أن أفعله تماما. ثمانية وستون، 62. وصلنا. شكرا على العشاء، الآن سأرحل. كيف ترحلين؟ انتظري لحظة، ماذا تفعلين الجمعة المقبل؟ الجمعة؟ لا شيء، أظن أني غير مرتبطة ليلا. لا يمكن أن يكون ليلا لأن دائرة النفوس تغلق، لابد أن يكون عند الظهر. وما علاقة دائرة النفوس؟ كيف تسألين؟ ألم أخبرك؟ سنتزوج. سنتزوج؟ فعلا سنتزوج وسط النهار، لنتمكن ليلا أن نكون معا. أليست هذه فكرة رائعة؟ واو، بل هي فكرة عبقرية. فقط أنا أحتاج لمزيد من الوقت لأكون جاهزة. لا بأس، كم من الوقت؟ يكفي 30 أو 40 سنة. يا بهلوان.
نيكولاس؟ نعم. البارحة كنت بانتظارك. تأخرت. نعم. وليس لدي ارتباط، وفكرت أن أتي لكي أصطحبك كي نتغدى سويا ونذهب للسينما، ما رأيك؟ فكرة ممتازة، لكني لا أستطيع أشغالي كثيرة. سوف تناسبك استراحة بعد الظهر، وبجانبي تقضي أوقاتا أفضل بكثير من مكتبك. يمكن ألا نذهب إلى السينما لو أردت؟ أفضل أن أعمل، لست الآن في إجازة. ليس هكذا ميراندا، ليس بهذه السهولة. يكفي؟ طبعا طبعا يكفي، لدي موعد مع عارضة أزياء 20 عاما. لن يكفي هذا المال، إذن دعني أعطيك المزيد. لا 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 لا، فهذا يكفيني. متأكد؟ طبعا، كما أن لدي مبلغا، ربحت حصانا رهنت عليه. ولماذا أبي، لماذا؟ السباق والبوكر والكازينو والكحول، لماذا؟ ألا يبدو لك أن تأنيب جدتك يكفيني؟ ولكن لماذا أبي، لماذا؟ ولم لا؟ حين لم أكن ألعب كنت أعمل كالحيوان، لم تكن حالتي أفضل. أمك هجرتني. مشتاق لها؟ لا. ما زلت أحبها؟ لا. تقول الحقيقة؟ لا. وتركتها ترحل؟ لابد أن أمك امرأة صالحة، لم أكافح حتى لا أصل إلى حالة هذه أبدا. كنت على حق، لو أن العمل الذي تقدمه إلى تلك الفتيات كان نزيها لعرضته علي أولا. لأنه مختلف ولا يناسبك أنتونيلا. صحيح، وبماذا أختلف عنهن؟ هؤلاء الفتيات لسنا سوى مجالسات، أتعرفين ما معنى هذا؟ ولما إلى تلك الأماكن؟ أنتونيلا، لابد أن أعيش من مصدر ما. عندك وكالة أعمال فنانين ولا تحتاج للقيام بذلك. طبعا يبدو لك الأمر سهلا، لندع ذلك الآن. ماذا عن ليلة أمس؟ جيدة، كان العشاء مختلفا. كان لائقا؟ من؟ الشخص الذي خرجت معه لمسك؟ إذا ما لمسك تأكدي بأني سأقطع يدي. دون كارلو، ما هذا السؤال؟ يجب أن لا تخرجي مع هذا الصنف من الناس. ومن أي صنف هو؟ ما يزال شابا، إنه فتى أنتونيلا، ولا يناسب للزواج. كي تتزوجي أنت بحاجة إلى شخصية أكثر استقرارا، إلى شخص يحبك فعلا. دون كارلو، هذا الصنف من الرجال ليس موجودا. حقا؟ وأنا ماذا أكون؟ صحيح، أتمنى لو أني أعثر على رجل مثلك، ولكنك للأسف صديق والدي وتكبرني بسنوات كثيرة. وإلا عمر الرجل يقاس بعمر من يحب. أنتونيلا، تريدين أن تصبح ممثلة؟ عذرا عذرا، أخطأت مرة أخرى.
أنت ممثلة. هل عملت في التلفزيون؟ لا، ولا في السينما ولا المسرح. إذن أنت مشروع ممثلة. فمك كبير لدرجة أنك تستعمل الساكسفون بدل البايب. لك لماذا تسعين إلى الشجار دائما؟ تبدين مشاكسة فعلا. مزعجني القيام بدور الغبية. على الممثلة لعب جميع الأدوار. لنبدل الموضوع. بهلوانة بلين بلين، لها أنف طويل، كلما عطست تقول ألو. هل أجد البهلوانة بلين بلين؟ أنا وكيل أعمال البهلوانة أنطونيلا. من يريدها؟ زوجها الموعود. من معك؟ كاذبة. من؟ من هو هذا المخنث؟ صديق. هل تريد أن تشرح لي لأي سبب اتهمتني بالكذب؟ صديق يقول إنه زوجك الموعود وأنا لست بأصم. لا تأبه لقوله، إنها دعابة. ماذا يريد؟ التحدث معي. التحدث معك وتعتبرينني أحمق ومجرد غبي؟ إذا اتصل لي يتحدث معك يفترض أن يتحدث معك، هذا طبيعي. لما أنت منزعج؟ لما اتهمتني بالكذب؟ ما بك؟ لأن الشخص الذي اتصل هو نفسه الذي خرجت معه للعشاء، أليس كذلك؟ نعم، ما العيب في ذلك؟ اتصل لكي يدعوني للعشاء الليلة. وبما أجبته؟ ولما تسألني إن كنت تسمع كل الحوار؟ أجبته لا، وطلبت أن يتصل مجددا. طلبت ذلك أنطونيلا، سمعتك. هل ستتوقف عن هذا الاستجواب نهائيا؟ لا بأس بالقليل منه، لكنني لم أعد طفلك. سامحيني أنطونيلا. لا بأس، لا تقلق. لماذا تقرأين الإعلانات؟ لأني أبحث عن عمل. عمل؟ لماذا العمل؟ أي نوع من العمل؟ أي عمل يسمح لي بالعيش بكرامتي. ألا تعيشين بكرامتك هنا؟ متأسفة دون كارلو، ولكنك انتقلت إلى غرفة ابنك ولا يبدو لي ذلك عدلا. وأريد أن أستأجر شقة صغيرة. لا تقلق، لن أهجر أبدا البهلوانة بلين بلين. أستأذن سيدتي، أتيت لك بالشاي كي تتناولي دوائك. شكرا أبيلاردو، أنت الذي يبقي قلبي دائما نابضا، تتذكر كل علاجاتي. أتذكر كم لنا من السنوات معا؟ لا تعد. في حياتي أشياء لا يعرفها سواك أبدا، لا عائلتي ولا صديقاتي. كنت فتى يانعا حين بدأت بخدمتك سيدتي. لن أنسى أبدا كم ساعدتني في أوروبا، كانت سنوات عصيبة بالنسبة لي. لا تتحدثي عما يسيء إلى صحتك. أشكرك، سأذكر ذلك دائما دائما. لا أستطيع النوم ليلة كاملة بدون قلق. هل وصلت أنباء مؤخرا؟ نعم، ساءت حالها، تحمل نفسها مسؤولية موته. مسكين. يمكنك التخفيف عن نفسك سيدتي. مسكينة باولا. أخبرتها بأن هذا الصديق لا يناسبها. حسنا، ستكون الأمور على ما يرام سيدتي، لا تتشائمي. أتصل بالسيدة أماليا كي تمضي معها بعض الوقت. لا، أماليا ذهبت إلى الريف مع ابنتها وأحفادها.
احضر الورق كي نتسلى، سوف نلعب سويا. فكرة جيدة. لورينزو، العشاء جاهز وما عليكما سوى سكته. ستخرجين؟ نعم، سأذهب إلى ناتاليا. إنها من جديد كئيبة، وأبي يعاني من الكآبة. قال إنك سترحلين لإيجاد عمل. لماذا لست سعيدة هنا؟ لورينزو، أنا ممتنة لكل ما فعلتماه لأجلي، ولكن هذا ليس منزلي. أريد أن أعثر على مكان لي. هذا بيتك، إنه لك، وهذا ما نشعر به، وكلانا نحبك. أعرف، وأنا أيضا أحبكما، أنتما كعائلتي. ذلك الشاب غير تفكيرك. كفى لورينزو، لا تكن سخيفا. ذلك الشاب كما تسميه لم يخرج معي سوى مرة واحدة للعشاء. لا تعبدي رؤيته. تريد الصراحة؟ إنها المرة الأولى التي أهتم فيها لرجل، وأظن أنه يعجبني. أبيلاردو، أردت التعرض للشمس لكن البرد شديد. احمل لي فنجان قهوة ساخنا إلى غرفتي. أنا رئيس الخدم ولست خادمك. لماذا تجيبني دائما بهذه القسوة؟ نسيت أني زوجة غاستون، وأنا أيضا سيدة في هذا المنزل. يفترض بك أن تخدمني مثل الكل. سأطلب من الخادمة أن تأخذها لك. أريدها مع حليب وبلا سكر. هذه أوامر؟ أبيلاردو. حاضر. حاضر سيدتي. لا تنسى أبيلاردو. سيدة، إذا ولدت سيدة وليس مثلك، سوف تخسرين، بل خسرتي. ولكن لماذا، لماذا لم تقضي في رأسه بالآلة الكاتبة؟ لا يمكنه أن يعاملك هكذا. أين عزة نفسك؟ لم يعد لي عزة نفس. سأموت إذا تركني، سأموت. أنا أكيدة أنه لو كان والدي يعمل في دفن الموتى لما تحدثت هكذا عن الموت. أمك أخطأت، أخطأت بكل تأكيد. بدل ناتاليا كان يجب أن تسميك موتاليا كما يحدث في مجانين أدم. أتحدث كثيرا عن الموت لأني لا أستطيع العيش بدونه، لا أستطيع. لم تحاولي، عليك أن ترسليه إلى الجحيم لتبدأ حياة جديدة. سأعرض عليك اقتراحا، سأعيش معك بشرط أن ندفع الإيجار مناصفة، ولن تعاود الذهاب أبدا بعد اليوم إلى تلك الشركة. وهذا رئيسك السخيف ليبحث عن سكرتيرة أخرى. واضح أنك لم تعرفي الحب يوما. إن كان الحب يعني أن أتحول إلى هذا، أتمنى أن يحميني الله لسنوات. سأبقى مع تاديو. من هو تاديو؟ تاديو هو الدمية. لا، ليس دمية، بل إنه شخصية تقضي كل الوقت في غرفته. وأجمل ما فيه أني أستطيع أن أهينه وأقول ما أشاء ولا يجيبني أبدا. سأحضر الشاي. ناتاليا، تضايقت على رحيلك. لا أحب الشجار ولا أريدك أن تتعذبي. لا أريد. أتفضلي. أنتونيلا، هذا هو رئيسي نيكولاس كورنيليو مخيا. تشرفت أنستي. هل أن تسلمي علي؟
بأس، لا بأس، لا بأس، لا بأس. عذرا، هل أعرف سبب هذه التحية المميزة من قبلك؟ سببها أنك مجرد شخص كاذب ومخادع وتدعي الرجولة، وحيوان تتقزز منه النفوس. ناتاليا، من هي هذه الفتاة؟ أهي إحدى قريباتك؟ من هي؟ إنها صديقتها. نعم، نحن أصدقاء، كنا زملاء في المعهد، وأنا صديقتها، وأنت مجرد كاذب مخادع تستغل عدم وجود من يدافع عنها. يفترض أن يفقئ عينيك لأنك كاذب. أخبرها الحقيقة، هيا أخبرها أنك لن تتزوج منها. لما تجعلها تتعذب؟ لما؟ أعذبها لأني لا أتزوجها؟ هذا شيء جميل ناتاليا. أتركك مع صديقتك، أراك لاحقا. أنستي أعذريني لعدم تحيتك، لست مما يديرون خدهم الأيسر. لا، ألم تري ما فعلته؟ ألم تري ما فعلته أنطونيلا؟ لما تزوجين نفسك فيما لا يعنيك؟ ناتاليا من فضلك، إنك لا تفهمين شيئا. هذا الرجل هو لا يعنيك هذا الأمر، لا يعنيك، يمكنك الاستمرار معه في حياتي أبدا. إنه مجرد يساعد فضلك من حياتي، فهمت؟ لماذا لا يمكن أن تفهمي؟ لا يمكنني أن أعيش بدونه، لا يمكن. فأنا أحبه، لا بأس. ريني، عذرا، أنا غبية وقد أخطأت، اعذريني من فضلك، اعذريني، لا أدري ما أصابني. سوف أحضر القهوة، علنا نشعر بالهدوء. لا أريد القهوة أنطونيلا، أفضل أن ترحلي. أنطونيلا، أنطونيلا، لا تلمسني، لا تلمسني، وإلا سأثير فضيحة. لا تلمسني، ليس صحيحا ما تظنين. اسمعيني، كل ما قلته لك في الشقة تعتبر الناس ألعوبة. ليس صحيحا، لا أظنك رجلا، بل أنت دراجة هوائية، ولا تحاول أن تلمسني، لأن ذراعك لن تعود تساعدك حتى في الأكل، لأني سوف أقطعها، ولو اضطررت سأعضها. لا تقترب مني أبدا. تفضلين الوحدة جدتي؟ ما هو رأيك؟ سأقدم لك المساعدة، لا أقوم بالحياكة ولا بالطبخ ولا أمارس الكاراتيه. هذا يهدئ أعصابك. لا، للوحدة بعض المزايا، ولكنها لا تهدئ الأعصاب. وما هي مزايا هذه الوحدة؟ فليكن، إنها تساعد على تنمية القدرة على التركيز وذاتية كفاءاتي. مدهش. جدتي، أنت على علم بموضوع السياسيين المتعلق بالمناقصات؟ لماذا تهتم بهذه المسألة؟ لأني من الشركة، وكل ما يحدث في الشركة يهمني. لا
لم أخبرك بالأهمية الأولى لهذه الوحدة. تسمح لك بأن تتظاهر بعدم السمع حين يسأل أحدهم عن حماقة. تفاجأت أنطونيلا. لوري أخبرني أنك لن تبقي للعشاء بل عند أختك. ناتاليا تحسنت. ولكنك عدت باكرا، ماذا جرى؟ ألم تكن في شقتها؟ بلى، كانت هناك بالطبع. يعني أنك تشاجرت معها؟ أترك أختي بسلام، لا أريد التحدث عنها. أستغرب أن هذا الشاب لم يدعك الليلة للعشاء، هل اتصل؟ ولما تسألني؟ إن كنت تعلم أنه اتصل. كنت أعني أنه لم يصر على دعوته لك. لن يصر، لن يصر أبدا. توفي. توفي؟ وكيف تمكن إذن من الاتصال بعد الظهر؟ توفي بعدها، سقطت على رأسه آلة البيانو وتوفي مطعونا. لا أريد التحدث عن هذا أيضا. لا 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 تقفل من فضلك. هل تخبرني أين أجده؟ أريده لأمر عاجل. آه حقا فهمت. ألا تعرف متى سيعود؟ آسف يا آنسة، السيد نيكولاس يحضر عشاء عمل ولم يخبرنا متى سيعود. سأبلغه. أمتي مساء. هي نفسها؟ نعم سيدتي. حفيدي غبي، لا تكرر ذلك لوكريسيا أرجوك. سبق أن اضطر للزواج مرة لأن امرأة حملت منه. عندما حدث كان نيكولاس مراهقا. مراهقا غبيا كما يفعل اليوم، يجعل من السكرتيرة عشيقته. حذرته 1000 مرة من اللهو في أماكن العمل. دعيه يرفه عن نفسه، سوف ترين حين تصبح خطوبتنا رسمية سيتغير، سيكون زوجا مثاليا. ميراندا، يزعجني الاستخفاف بالحديث عن زواجك من نيكولاس. أخبرتك أنه ليس صيدا سهلا. إذا أردناه أن يكون زوجك سوف نضطر لأن نصطاده. ميراندا، سنصطاده كالثعلب. أنطونيلا، كنت أتحدث مع دميتك، إنه ظريف فعلا. تاديو ليس دمية كما أنه ليس ظريفا. لماذا لا تذهب للنوم؟ لماذا لا يجلس الكسيح على الشفرة؟ هيا هيا. لأن قدميه تتعلقان بالهواء، لا أرغب بسماع النكات. أنطونيلا تسعدينني حين تضحكين، ولكني لا أرغب اليوم بالضحك. أختك السبب؟ اليوم تعرفت على من حدثتك عنه، رئيسي شقيقتي وعشيقها. لا بل خطيبها. ناتاليا على حق، عشيقها كلمة غير محببة. إنه الرجل الذي عرفته في حفلة ميلاد الطفلة. ومن هو الذي دعاك إلى العشاء؟ نعم، أتفهم سبب ما أشعر به؟ أين أستطيع أن أجده؟ كف عن ذلك دون كارلو، كف عن ذلك. سوف أقتله، سأدوسه وكأنه صرصور.
أفضل لو أنه يسكن الطابق العلوي كي أحمله. دون كارلو، تحمله وألقي به من الشباك كي يتأكد من أنه لن يخدع أحدا فيما بعد. أؤكد لك ذلك، ثقي بي أنطونيلا. أنا منزعجة لأنه خدع أختي، أما أنا فلم أسمح له، لم أصدق شيئا مما قاله لي. متأكدة من ذلك؟ متأكدة جدا. ألم ترى أني أرسلته إلى الجحيم عندما اتصل لأنه لن يخدعني؟ لم ينجح معي. عرفت فورا أنه مخادع. في الحال الوقت متأخر، لما لم تنامي جدتي؟ تعلم أني أعاني من الأرق. كيف كان عشاؤك؟ أنت محقة، مع النقود والفتيات لا يمكن أن نخسر أي مناقصة. كم من النقود دفعت لهما؟ أخبرتك أن المبالغ كبيرة، نصف مليون لكل منهما، وبعدها يظهران على التلفزيون ليقولا أشياء جميلة لا تتناسب وحقيقة تورطهما بالفساد. ألا تلاحظين أن السياسة عمل قذر؟ لا، ليس السياسة بل السياسيون وبعضهم، فهناك من هم شرفاء. كفى من فضلك، لا تكن غبيا نيكولاس، حتى أنت لا تعتبر نظيفا، خصوصا بعد أن اشتريت نتيجة تلك المناقصة. لهذا السبب أشعر برغبة في التقيؤ. كفى غباء. كيف كان الاتفاق؟ سوتو وديسيمون يملكان حسابات في سويسرا، سأخذ الأرقام لأضع لهما المبالغ. للمرة الأولى أدخل صفقة كهذه، فلا بأس. نيكولاس، احتفظ بكل الأوراق الخاصة بهذه العملية في ملف واحد، بما في ذلك أرقام الحسابات في سويسرا. ربما يتم تعيينهما كوزراء، فلن يضرنا إن كان أصدقاؤنا وزراء. تصبحين على خير جدتي. نيكولاس، قريبك غاستون كان يطرح الأسئلة عن السياسيين والمناقصة، لا أريده أن يعرف شيئا، كن حريصا على إخفاء الوثائق. سآتيك بها، ليست لدي رغبة في إخفائها، لا تثقين بي؟ كم أنت حساس هذه الليلة نيكولاس، لو لم أثق بك لما عينتك نائب الرئيس. كل ما أطلبه هو أن تحرص في اتخاذ الاحتياطات. تصبحين على خير. تصبح على خير. من الدلال وافتح عينيك. وصلت. يبدو هكذا. كنت أنتظرك. كنت أظنك نائما حين وصلت. نمت أثناء انتظارك. لو كنت أعلم ذلك لما عدت متأخرا. حسنا، لدي موضوع مهم أخبرك به. أخبرني ما هذا الموضوع المهم الذي لا يحتمل الانتظار حتى الغد. هيا تكلم. عن ماما، حدثتها تليفونيا، تريدك أن ترسلني إليها في الإجازة الشتوية. عال، لا بأس. لا أريد الذهاب إلى إيطاليا،
أريد البقاء هنا لكي نبقى سويا. لكن أمك تقيم في إيطاليا وسبق أن تحدثنا في ذلك. ولم لا تأتي هي؟ عودي الآن إلى غرفتك وأريدك أن تنام قبل أن أعد إلى المئة، وغدا نتحدث بالأمر، وإلا سأقص شعرك وأجعله قصيرا. لا لن تفعل. بل سأقصه. واحد، اثنان. لا أريد الذهاب إلى إيطاليا. سبعة، ثمانية. سأقفل الباب وأذهب للنوم. تصبح على خير. لماذا تأتي إلى هنا؟ يثير التقزز. هل أعرف سبب هذه التحية؟ سببها أنك مجرد شخص كاذب ومخادع وتدعي الرجولة، وحيوان تتقزز منه. تتقزز منه النفوس. كما أنت رائعة. لو أنك معي هنا لكنت ترين ما يمكن أن يفعل هذا الحيوان المقرف. لا أريدك أن تلمسني. لو أنك لم تقفل السماعة لعلمت أني كنت في عشاء عمل مع سياسيين. لن أصدق ما تقوله. فليكن، هيا إلى غرفة النوم، قد أجد طريقة أكثر فعالية. صديقتك جعلت لقاءنا مستحيلا. لماذا لم تبقى؟ أنتونيلا رحلت في الحال، لماذا لم تعد؟ لم يخطر ببالي، كما أني كنت سأتأخر على العشاء. لماذا لا نعود الوقت الضائع ناتاليا؟ نيكولاس، أريد أن أتزوج حبيبي. مرة أخرى الموضوع نفسه ناتاليا، من فضلك. لم أكذب عليك يوما وكنت أحذرك من أني لا أريد ارتباطات. ما الذي يمنعك؟ ألست على المستوى المطلوب بالنسبة لعائلتك؟ جدتك سمحت لقريبك بأن يتزوج من امرأة من الشارع. لكني لست معنيا أبدا بغاستون. لسنا في زمن دوقية يورك أو الأمير أندريس، ولن نلجأ إلى الطلاق. نحن متحابان نيكولاس. ناتاليا، أنا فقط معجب بك. لم أقل يوما أحبك، لم أقلها. سأذهب إلى المكتب، أردت العودة متأخرا لكنني سأصل اليوم باكرا. نيكولاس، سوف أحضر حقيبتي وأذهب معك. لا ناتاليا، من فضلك، أخبرتك ألف مرة لن نصل سويا. الجميع صار يعرف بأنني عاشقتك وأني. هذا بالتحديد هو خطأك أنت. سبق أن حذرتك بأن العالم الذي أتحرك فيه يهتم كثيرا بالمظاهر. كيف لا تذهبين؟ كنت أتحدث الآن مع المنتج، إنها كوميديا موسيقية هامة جدا. أتريد مني الحقيقة؟ دقت ذرعا بالخضوع للاختبارات للأعمال الموسيقية ولا يتصلون بي من أي مكان. دائما يأخذون المجالسات. لم يطلب منك أحد أن تعطي رأيك. لهذا أصمت. الأمر يختلف هذه المرة. هذا المنتج هو صديقي وسيعاملك بشكل ممتاز. لا يمكن أن نضيع هذه الفرصة. أطلب ذلك كوني وكيل أعمالك. بما أنك كذلك، لما لا تحصل لي على عمل كبهلوانة في سيرك أفريقي؟ كلما كان بعيدا أفضل.
تتصرفين هكذا لأنك مجروحة، فلا داعي لرحيل. لن تجدي بلدا مثل هذا. ليس لدي أدنى شك، ساءت حالتي بسبب أختي. متى الكاستينج؟ ستذهبين؟ طبعا بكل تأكيد، من المحتمل أن أقع يوما ولكني لن أهزم. أبلغ ليزا مينيلي بأن تفسح لي في المجال. لا أريد أن تبقي هناك، يجب أن لا يرى أحد هذه الوثائق. سأضعها في الصندوق الحديدي. لا، قريبي غاستون يجول دائما هنا، وأنا متأكد من أنه يدخل مكتبي ليطلع على أوراقي. لابد أنك تبالغ، أثناء غيابك لا يدخل أحد دون أن أراه. لا تكوني ساذجة ناتاليا، يدخل ليلا بعد الدوام. دعك منها، ليست مشكلتك. مشكلتي هي معك نيكولاس. ماذا؟ علينا التحدث. ليس هنا بل في شقتك. لا أريد أن أبقى متعبة طوال اليوم. إن كنا لنستطيع التحدث هنا لنخرج ونشرب القهوة. لكن ناتاليا. لا تهتم بوجودي، فأنا شخص كتوم للغاية. أريد معروفا. حسنا، شكرا لك. ولكن ماذا أفعل بهذه الوثائق؟ فلتبقى معك وأعود بها غدا لأخذها إلى البنك. انصرفي من فضلك. قبل أن تطلب مني معروفا، أطلب منك آخر. هذا هو الباب، وكل من يدخل إلى هذا المكتب يطرق الباب أولا. لهذا في المرة المقبلة أطرق الباب أولا، وإلا سأريك الشباك الذي سأرميك منه. تفهمني؟ أرميك وأنت تعلم أن الطابق عالٍ. انزعجت لأني قطعت انسجامك معها؟ لم تعطل شيئا، الشخص الوحيد الذي يتعطل هو أنت. والآن لماذا أتيت؟ لا تتدخل في عملي، علمت بعشائك مع سوتو وديسيمون. العلاقات مع السياسيين ضمن وظائفي، وأتمنى ألا تتخطاني. من أخبرك؟ لدي أصدقاء ينقلون إلي الأخبار. عال، بالتالي أبلغ أصدقائك بأن يعطوك أخبارا صحيحة، لأنه لم يكن عشاء عمل أو علاقات عامة. سوتو وديسيمون هما من أصدقائي حقا، وخرجنا للتمتع مع بعض الفتيات. هذان السياسيين أصدقاء؟ نعم. وكيف أعلم بذلك؟ هناك أشياء كثيرة لا تعرفها أنت، لهذا كل شيء على ما يرام. والآن وبدون إزعاج أريد العودة إلى العمل، ولو أنك لا تصدق فأنا مشغول. هذا هو عنوان الفتاة. أريد 2000 دولار. 2000 دولار؟ لما 2000 دولار؟ أريدك فقط أن تأتيني بالملف. 2000 دولار له و2000 لي. ليس الأمر سهلا، ليس سهلا، لأنه يتعلق بفتاة يمكن أن تصرخ فيتصل أحدهم بالشرطة، ومن سيدخل البيت سيكون نحن. كما قلت، 2000 لكل منا. لا بأس، لا بأس، سأدفع حين أحصل على ملف. أريد إخافتها لا إذاء. أوكي، اتفقنا. ما هو اسم الفتاة؟ ناتاليا. سنذهب الآن إلى الشركة لكي ترياها. أوكي. Thank you.
أني أحسن إليك بتمويل عروض أزيائك. لا لا، بل بالعكس، سنكسب أموالا كثيرة سترين. أتوقع ذلك، مع أني أصارحك أن لدي بعض المخاوف، فالتصميم بالنسبة إلي لم يكن سوى هواية، والآن سيتحول إلى مهنة بمشاركتي. هذا يذكرني كثيرا عندما بدأت العمل مع والدتك. أترين إنها الآن مستقرة في أوروبا بشكل نهائي. أنا لا أفهمك، تشاركت أولا مع ماما كي تدخل الفن الأرجنتيني إلى أوروبا. نعم. واليوم تشاركينني في أعمال الأزياء. كنت أظنك تهتمين فقط بالحبوب لأنك تقومين بإدارتها بنجاح واسع. لأني لا أجد خيارا آخر، ولأن لي حفيدا ينفذ أوامري. أصارحك بأمر، أشعر بالملل العميق من الحبوب لأنني مغرمة بالعطورات والأقمشة. نحن متشابهتان جدتي، وأنا مثلك مغرمة جدا بالأقمشة والعطورات. راكيل، أذكرك للمرة الألف، لست جدتك. لكنك جدة زوجي. جدة غاستون، وبالنسبة لك لوكريسيا. هل لي بتناول الشاي معكما؟ هل أنت بحاجة لأن أجيب على سؤالك؟ ألا يمكنك التظاهر بأنك تحتملينها؟ لا لا، يزعجني أبناء العامة، وذلك الأحمق حفيدي يتزوج من هذا الوجه التلفزيوني. وأقول هذا لأني في الحقيقة لا أدري ما كانت. كانت تعمل سكرتيرة في أحد البرامج التي تقدم الهدايا، أخبرني ابنك فاكوندو. لكني لا أدري كيف لجاستون أن يحب امرأة مثل هذه. حذرته، إنه مجرد غبي، تزوج ورأسه منتفخ بالهواء فقط. رأس صاحبك مليء بالتراب لأنه لا يملك دماغا، أنا متأكدة من ذلك. هيا اهدئي أنطونيلا، لا تتصرفي هكذا، لابد أنك أسأت التفكير. أسأت التفكير؟ يدعوني إلى بيته كي يعلمني رقصة الفالس. انظر إلى وجهي، هل ترى أني أشبه الحمقى؟ أنا لا أقول ذلك أنطونيلا، تعرفين رأيي. لقد كنت أظن أن بيبي هو منتج جاد للغاية، وهو الآن أكثر لأنه أصبح في المستشفى. هل تعرض لذبحة قلبية؟ لا، بل تعرض لضربة على مقتله، لم يترك يديه الأثاء. لا 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 لا، بل أحسنت التصرف، إنه عجوز تافه. هذا ما قلته له، إنه عجوز تافه ولجوج ولا يشبهك. مع فارق أني لست عجوزا. لا، بل أنت ناضج. دون كارلو، لأصبح ممثلة علي توقيع العقود في الفراش. لماذا تسألين ذلك الآن أنطونيلا؟ كنت على خطأ، أموت رغبة في الظهور على المسرح، لكن إن لم يكن بالمعروف أفضل التراجع من هذه اللحظة. أنطونيلا، أريدك أن تعلمي بأنك فنانة ممتازة، ولكن المنتجون يريدون شيئا آخر قبل جودة الفنانة. يجب أن تتحلي بالصبر، امنحيني بعض الوقت أنطونيلا، قليلا من الوقت فقط. كم أنت ظريف، الوقت أكثر ما لدي والصبر أيضا، ولا أدري إن كنت أملك تلك القدرة على تحمل بعض الأفراد كما هو حال صاحبك. لا لا شك أني لا أستطيع أن أتحمل. اعذري نيكولاس، ولكني أشعر بالخوف، أظن أن شخصين كانا يتبعانني. ليست أوهام، كانا يتبعانني. كيف؟ لماذا؟ لابد أنه الملف الذي أخذته لأخفيه. طبعا أتيت به، أين أخبئه إذن؟ لا بأس لا بأس، ولكن من فضلك
أريد منك شيئا واحدا، من فضلك لا أريد البقاء وحدي ولا أريد الاحتفاظ بالملف، يجب أن تأتي فورا، من فضلك أسرع، تعال بسرعة نيكولاس. مرحبا مرحبا مرحبا. جناب السكرتيرة رحلت فأتيت بمن يحل محلها. أهلا ميراندا. مرحبا، كيف حالك؟ لا يمكنك التهرب اليوم، أتيت لاصطحابك إلى المعرض الذي سأفتتحه مع جدتك. أفضل رؤيته يوم الافتتاح، أستأذنكما. سأحل محله، ألا نجد مكانا هادئا؟ بلى صحيح. الحمام. أنتظرك أنطونيلا. أعرف ذلك، ولكن تعرفين لا أستطيع الاحتفاظ بالكلام لنفسي، بل أفضل إخراج كل شيء، وأريد توضيح ما حدث البارحة. عليك الرحيل الآن أنطونيلا. ما بك؟ ما زلت غاضبة مني؟ أعدك لن أتدخل أبدا في حياتك. بالأمس فقدت أعصابي. أنطونيلا يجب أن ترحلي فورا، وستأخذين هذا، خذيه معك. ما هذا؟ لا تسأليني ما هذا، خذيه، خذيه معك لا أكثر. تظنينني بلهاء، لا حاجة لإعطاء الملف للتستر على مجيء عشيقك. عذرا، خطيبك. بمجرد أن تقولي هذا أفهم وأرحل بدون تردد. ناتي، لا حاجة لأن تفعل ذلك حتى أرحل، وعلى الفور، على الفور. غدا سأعود لأني سأوضح كل ما حدث بالأمس، من فضلك. غدا نوضح كل ما تريدين، أرجوك خذي هذا. لماذا؟ وما الذي بداخله؟ لن تفهمي، وليس لدي الوقت لأشرح لك. يتبعني رجلان. ماذا؟ وأشعر بالخوف. خذي هذا الملف. وما الذي في الملف؟ إنه موضوع مهم أتيت به من المكتب، لم يعد هناك وقت، إنهما على وشك المجيء، يجب أن ترحلي أنطونيلا. لا، لست مجنونة، لن أتركك بهذه الحال. يجب أن ترحلي أنطونيلا، إذا وجدوا هذه الوثائق هنا سأقتل. سيصلان، من فضلك أنطونيلا، من فضلك يجب أن ترحلي. ناتي، لماذا لم تكن أختي فتاة طبيعية كجميع الناس؟ اذهبي. لكن وغدا سنوضح كل ما تريدينه، والآن من فضلك خذي الملف وخبئيه في بيتك، ولا تتحدثي عنه مع أحد. لا بأس، لكن من فضلك. أبنى، هذه أنا، لا أريد أن تبقي وحدك. لا، من فضلك ارحلي من هنا،
اذهبي بسرعة وخبئي الملف، لا تخيبيني أنطونيلا من فضلك أرجوك. ليس لدينا وقت نضيعه، من الأفضل لك أن تدلين عليه. لا أملك شيئا، وأكد لكما أن ما تبحثان عنه ليس عني. أتركهما، أتركهما. إذن أنت ممن يكتبون رسائل قبل الانتحار؟ إن لم تعطيني ما أبحث عنه سوف تقفزين من هنا دون مظلة. تعالي نرى إن كنت ستحتفظين بالصمت أيضا عند الشرفة. تعالي يا طفلتي، أتحبين العصافير؟ الحلقة الجاية. أنا في ورطة. أختي قتلت وأنا أعرف القاتل. موت أختها بيدفعها للانتقام. نيكولاس ستندم على ما فعلته بنتاليا.